كان هناك تقدم لآليات الاحتلال على مدارس مدينة بيت لاهيا، واعتقال عشرات الشبان من هذه المدارس التي تؤوي آلاف النازحين. كان هذا الاعتقال بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف على مشروع بيت لاهيا، وإطلاق نار من طائرات كواد كابتر تجاه المواطنين على دوار بيت لاهيا الواقع في المنطقة الغربية لمدينة بيت لاهيا، مما نتج عن عددا من الشهداء والإصابات، وما زالوا على الطرقات ولا أحد يستطيع انتشالهم بسبب خروج الطواقم الطبية والدفاع المدني عن العمل منذ ليلة الأمس، حيث قام قبل قليل جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة مستشفى كمال عدوان وهدم أجزاء من مرافق المستشفى، مما نتج عن حالة من الخوف في صفوف المرضى والنازحين. ثم انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة، وأثناء الانسحاب قامت باشتعال النيران بمنازل المواطنين محيط مستشفى كمال عدوان الجانب الإنساني في مخيم جباليا وشمال قطاع غزة. لا زالت العملية مستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويحاصر الأهالي في منطقة تل الزعتر، ويحاصر مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر، إضافة إلى محاصرة الطواقم الطبية في مستشفى الأندونيسي. لا أحد يستطيع الوصول إلى هذه المناطق بسبب تموضع وتمركز آليات الاحتلال وحصاره لهذه المناطق.